على الاتحاد الاهلي وحكايه التيفا. اول شيء الاتحاد الاهلي هو اللي فاز في المباراه الروح القتاليه اكثر منها عمل فني وما الى ذلك. وفي عمل فني حقوله ذحين، لكن الروح القتاليه كانت اكثر لدى والرغبه لدى لاعبي الاهلي اكثر. حكايه التيفو اتفق تماما انه التيفو ما مش هو السبب الرئيسي، ولكن ترى من ضمن الاسباب. كيف من ضمن الاسباب؟ انه عندي معلومه، اول شيء الاهلاويين تحدثوا، ما ادري اوروهم الشكل او تحدثوا معاهم انه ترى حيعملوا كذا او حتشوفوا كذا في الملعب، استهتار فيكم انه فريق درجه اولى انتم كذا وكذا. هذه ترفع الروح المعنويه عند اللاعبين وتحفزهم اكثر واكثر. على العكس تماما هناك، فريق نازل ضد فريق انه درجه اولى، فريق يعني اذا كانوا اللاعبين شادين حيلهم لما يسمعوا كلام الاداره ويشوفوا الشكل هذا وعارفين ان الاداره موافقه على هذا التيفو، وبالتالي اللاعبين حينزلوا لا حاله نفسيه طبيعيه جدا تحدث للاعبين، بدليل مستوى معظم لاعب الاتحاد كان بعيد جدا، اللهم كانتي وفيليب المدافع يمكن هم اللي كانوا في المباراه. تكتيك المباراه وشغل المباراه بالتاكيد مدرب الاهلي نجح في هذه المباراه في شيء مهم جدا. النقاط الضعف اللي كانت موجوده تحسنت، حارس المرمى طبعا اعداده النفسي والجمهور حفزوا بهاشتاجات، البين الدفاع كانوا قوه في الاهلي بعد ما كانوا نقطه ضعف، تمركزهم وقفتهم اتعبوا لاعب الاتحاد في الكروستات. الاتحاد بيوصل وبيعمل كروستات لكن المدافعين متمركزين صح، رغم انه في بعض الثغرات طبعا وصل منها الاتحاد وكان الحارس، وهنا دائما نتكلم الحارس هو اللي يصلح اخطاء المدافعين. عموما نجح الفريق الذي رغبه اكثر واصرار اكثر ومعد نفسيا افضل، وعلى العكس تماما يعني درس للاتحادين انه لا تستهتر بخصمك حتى لو كانت مناكفه، خلي المناكفه برا الملعب لا تدخلها في الملعب لانها حتاثر على نتيجه المباراه، وهذا ما حدث.